حياتي ليه ما بدك نروح نكفي السهرة بمطرح ثاني؟ لأن احنا المفروض بلندن، ولأن وين ما راح نروح راح يكون في ناس وعجقة، لأنه اشتقت لقصري. ليش ابتسمت لما قلت لك قصري؟ ولا ما بحق إلا أعتبر قصر حبيبي هو قصري؟ بالعكس، القصر وصاحبه بأمر معاليك. تعرف شغلة؟ اليوم كنت قاعدة بجنينة القصر، صارت تجيني أفكار. أفكار شو؟ قعدت أتخيل أولاد صغار عم يلعبوا حوالي، تخيلتن أنهم أولادنا. طول الوقت صرت أقول لحالي أني محظوظة كتير. تعرف ليش حبيبي؟ حبيبي شو بك؟ عم بحكي معك؟ في سيارة لحقتنا، مش مطمن. طريق ما إله مفارق، تكون ماشي عادي. السيارة. عمار شو عم بصير؟ ما بعرف. شو عم بصير؟ مين انتو؟ انت بتسكر تمك وبتحكي ولا كلمة. انتو عارفين مع مين عم تلعبوا؟ طبعا عم نلعب مع عمار حارب. زلمة ليه؟ زلي زلي عمار دخيلك. بقدر فوت؟ لورا حبيبتي، في ضيف برا حابب يشوفك ويشق عليك، بقول له يفوت؟ قولي له يطلع من بيتي، ما بدي اياه بحياتي بقى. مش آدم. مين؟ دكتور خالد سليمان. دكتور خالد؟ قبل ما تسأليني أي سؤال، بعد الحادثة وقت ما فاتت الشرطة على الباب لقيوا رشدت الدواء طالع من عيادته. ما عندي كتير تفاصيل، بس اللي عرفته انه انحققوا معه وهو هلأ اجى ليزورك. اجى لحاله ولا انتو اتصلتوا فيه؟ مش اكذب عليك وقلك انه اجى منه لحاله. بارح من بعد اللي صار انا اتصلت فيه واستشرته، بعدين بخبرك التفاصيل. شو هلأ بقله يفوت؟ أنا وبهالمنظر؟ شو عم بقلك جاييك يا عريس؟ هيدا دكتور مشينا. طيب خليه يفوت. تفضل. صباح الخير. صباح الخير دكتور. أنا رح أعملكم قهوة. شكراً إلي. كيفك لورا؟ ماني منيحة أبداً. عرفت، كرمال هيك جيت. خبريني. القصة طويلة دكتور، طويلة كتير. معي كل الوقت لتخبريني واسمعك.
فكرتك عم تعملي قهوة؟ لا، الدكتور قال لي ما اعمل قهوة، قال ما بده حدا يفوت لعندهم. ان شاء الله خير. دخلك لما عدتوا سوا انت والدكتور بشو حكيتوا؟ دخيلك ما تذكريني، هلكني بالاسئله اللي بلا طعمه. انا بس كانوا يقولوا لي عن الدكاتره النفسانيين انهم مجانين، ما كنت صدق، بس هلا اقتنعت. اسئله مثل شو؟ عن لورا بس كانت صغيره، بس تعرفي انه انسان خالص بالمره. إن سالني عن طفوله شادي وياسمين بشرفك، انه هيدا يعني انسان طبيعي؟ بقول لك شيء بس ما بتزعلي؟ لا ما رح ازعل، قولي لي طنط. سكرني ببيك. ماما انا عندي مشوار بدي اروحه. لوين؟ بدي اوصل بابا على المطار، ولا ممنوع؟ ليش بيك مسافر؟ نعم مسافر، ويمكن ما رح يرجع. روح وصله. تحب اقول له شيء؟ ليش بعدك واقف؟ يلا روح لعنده. ماما البابا مسافر زعلان. ايه؟ شو بتريدني اعمل؟ ياسمين خبرتني امبارح انه كان كتير متضايق عليك. اه وليش وقت اللي انا كنت متضايقه من اللي عملوا فيي احدا منكم عذب حاله يتصل فيه ويقول له اللي عم بتقولوا لي اياه؟ هلا طول عمري ما لي حظ معكم. روح يا ابني روح، مصيبه اختك لورا بتكفيني، ما عندي مجال افكر باشياء تانية. الله معك ابني.